طيب بأمر الله هنبدأ في الفيديو ده نحل أسئلة ورك شيت 7 على ليسون 3 من جروبس ان ذا مودرن بريودك تيبل. عندي السؤال الأول: write the scientific term a group of metals which react strongly with water forming alkaline solution. طبعا دي كانت أول حاجة عندنا اللي هي الألكالي إيه؟ الألكالي ميتالز. ماشي. Monovalent elements exists in S block in the periodic table. هي monovalent element exists in S block. لو ما كانش قال in S block monovalent elements فأنا عارف أصلا إن الألكالي ميتالز موجودين في هم monovalent والهالوجينز برضو monovalent، لكن هو قال لي موجودين في الاس بلوك يعني على الليفت على الليفت سايد، فدول اللي هم برضو الالكالي ميتالز element. لو كان قال الرايت سايد اقول له ايه؟ اقول له الهالوجينز. ماشي كده، يبقى انا عارف ان المونوفالنت هم ممكن يكونوا الهالوجينز او الالكالي ميتالز، لكن هو قال لي اس، يبقى اس، يبقى اقول له الكالي ميتالز. Choose the correct answer elements which have atomic numbers are called alkali metals. Alkali metals المفروض يكونوا في جروب 1A، يعني المفروض الكونفجريشن بتاع الكونفجريشن بتاعه يكون في الاوتر موست انرجي ليفل يكون في 1 الكترون. فبمجرد النظر كده هنشوف ان لا ده هينفع ولا ده ولا ده. طب ليه؟ لان من اول element هنا مثلا ما اجي اعمل له كونفجريشن اللي هو ده 2 هلاقيه في جروب 2A، يبقى اكيد ده ما ينفعش. فاكيد حتى لو دول ينفعوا ما خلاص هو واحدة منهم ما تنفعش. كذلك ده نفس الكلام زي ده، ده مثلا هنعمل لأول element اللي هو الفور ده 2 برضه يديني 2 برضه هنا، ده في جروب 2A، يبقى برضه لا ده ينفع ولا ده ينفع ولا ده ينفع. نجرب بقى اللي هو اللي المفروض الصح ده، أول element ده اللي هو 3 فالكونفجريشن بتاعه 2 1 أدي في جروب 1A. نجرب ال element اللي بعده 2 8 1 في جروب 1A، نجرب ال element اللي بعده 2 8 8 1 برضه في جروب 1A، يبقى كلهم alkali metals. ماشي كده. الكالي ميتالز هاف ذا فولوينج بروبرتيز اكسبت، ليهم بروبرتيز كلها، كل البروبرتيز دي ما عدا مين؟ زي هاف لودنس، لا هم ليهم لودنس، زي كوندكت هيت هم كوندكت هيت، زي كوندكت الكتريستي بيعملوا كوندكت الكتريستي، لكن زي دونت رياكت وذ ووتر لا، ده كل الالكالي ميتالز لسه قايلين اهو فوق رياكت سترونجلي وذ ووتر فورمينج الكالاين سوليوشن. ماشي كده. وين صوديوم رياكتس وذ ووتر انهي جاز يحصل له ايفولز؟ احنا نعمل على طول الرياكشن اللي هو الصوديوم اللي هو 2 ان ايه بلس الووتر اللي هو 2 H2O يديني ايه؟ يديني 2 NaOH بلس ال H2، يبقى انهي جاز يحصل له ايفولف اللي هو ال H2 الهيدروجين، انهي سولت بيتكون اللي هو الصوديوم هيدروكسيد، يبقى انهي جاز قلنا ال H2 اللي هو الهيدروجين، انهي سولت اللي هو ايه؟ صوديوم هيدروكسيد. Are kept under the surface of kerosene in the lab. مين اللي بنعمل لهم كبت تحت الكيروسين؟ اللي هم الالكلي ايه؟ ميتالز، باستثناء الليثيوم بنعمل له تحت البروفين اويل علشان هو بيعمل رياكت مع الكيروسين. The most active element in group 1A، most active على طول نعرف السيزيوم، سؤال اتكرر كتير، السيزيوم بعرفه ان هو most active element في الايه؟ في الالكالي ميتالز. طيب give reasons for، طبعا give reasons زي ما بنقول هنقولها اورال كده على طول، اورال يعني شفوي. elements of group 1A are known as alkali metals. هنجيب ال give reason ده، reason ده من هنا because they react strongly with water forming alkaline solutions. هي بس كده ليه اسمها alkali metals، عشان هي بتعمل react strongly، ولازم اقول strongly عشان افرق ما بينها وبين اي metal، react strongly with water forming alkaline solution. طيب sodium is kept under the surface of kerosene. طيب ليه الصوديوم بنعمل له kept under the surface of kerosene؟ هنقول له because sodium is a strong alkali metal. احنا لو قلنا alkali metal فانا كده بقول عليه strong active metal. ماشي كده. المهم because sodium is an active metal او very active metal which reacts with the moist air، بيعمل reaction مع الموست اير، فعشان كده انا ما اقدرش اسيبه في الاير كده لمده طويله، ولكن انا بعمل له reserve او preserve او kept under the surface of kerosene علشان ما يعملش react مع الموست اير. يبقى because sodium is an active metal whose can react with moist air so we kept it under the surface of kerosene. Rubidium and cesium elements sink on water. احنا قلنا الحاجات اللي بتعمل sink في الووتر هي الحاجات اللي الدنسي بتاعتها higher than الدنسي بتاعت الووتر. ماشي كده. فهنقول because rubidium and cesium او because the densities of rubidium and cesium are higher than the density of water so they sink in
ووتر، ماشي كده. يبقى الحاجات اللي الدنسي بتاعتها اكبر هي اللي بتعمل سينك، الحاجات اللي الدنسي بتاعتها اقل بتعمل فلوت. طيب the reaction of potassium with water is stronger than the reaction of sodium with water، مع ان الاتنين الكالي ميتال. فهنقول ليه؟ هنقول because potassium is more active than sodium. طب ليه البوتاسيوم is more active than sodium؟ because the atomic size of potassium is larger than the atomic size of sodium, so it can lose its valency electron easily. انا لما الاتوميك سايز بتاع الاتوم بتاعتي تبقى كبيره، بيبقى اسهل ان هي تعمل لوز للالكترون اللي موجود في الاوتر موست انرجي ليفل. يبقى بيكوز ذا بوتاسيوم از مور اكتيف ذان صوديوم، بيكوز اتس اتوميك سايز از لارجر ذان ذا اتوميك سايز اوف صوديوم، ماشي كده. والاتوميك سايز بتاعته اكبر ليه؟ لان البوتاسيوم ده عندي 19، فالكونفيجريشن بتاعي يبقى بالشكل ده، دي الاتوم وادي 1 2 3 4 2 8 81، لكن الصوديوم هيبقى عندي 281. فطبعا الاتوميك سايز اهو والاتوميك سايز اهو. يعني ايه الاتوميك سايز اهو؟ ما هو الراديوس هو اللي بيحدد لي الاتوميك سايز، فالراديوس ده اكبر من ده، وبالتالي الاتوميك سايز بتاع ده اكبر من الاتوميك سايز بتاع ده، وبالتالي ده اسهل انه يعمل لوز للالكترون اسهل من ده، برغم ان ده 1 الكترون وده 1 الكترون، بس هنا اسهل لان الاتراكشن بين البوزيتيف نيوكلس والنيجاتيف الكترون اللي موجود هنا بتبقى ضعيفة، هنا بتبقى قوية لأن المسافة قليلة، هنا بتبقى ضعيفة لأن المسافة زي ما احنا شايفين كبيرة، ماشي كده؟ طيب. complete the following statement: lithium element on water surface at its density is. طيب أنا عندي مين اللي بيعمل كده؟ نشوف كده. أنا عندي الألكالي ميتالز أهي، لازم طبعا أكون حافظ الجروب دي. عندي بتبدأ ب الليثيوم، بعدين الصوديوم، بعدين البوتاسيوم، بعدين الرابيديوم، بعدين الايه السيزيوم. التلاتة دول بيعملوا فلوت في الووتر، ال ال اي وال ان اي وال كي. ليه؟ علشان الدنسيس بتاعتهم اقل من الووتر، ماشي كده. يبقى ليثيوم اليمنت هنقول فلوت ان ووتر as its density is lower than water، ماشي. during the chemical reaction sodium tends to، هو الصوديوم ده ميتال ولا نون ميتال؟ ميتال. يبقى tends to ايه؟ to lose an electron and it changes into، اللي بيعمل lose بي changes into ايه؟ positive ion which carries can positive charge. هو مش عمل lose ل an electron 1 electron، يبقى carries 1 positive charge، ماشي كده. عمل lose ل 2 هيعمل ايه؟ carries ل 2، ماشي كده. طيب زي المغنيسيوم كده، المغنيسيوم هيعمل lose ل 2، فلما اجي اعمله ايون المغنيسيوم كده لما يجي يتحول لايون هلاقي كده فوقيه 2 لانه عمل لوز ل2 الكترونز، ماشي كده. طيب بوتاسيوم رياكتس ويز ووتر جيفينج سبيس اند سبيس جاز ايفولفز. هنعمل الايكويشن دايما هي بتسهل لي، بوتاسيوم اللي هو 2 كي، هو اسم كي لكن دي الايه البالانس، بلس 2 اتش 2 او نفس الكلام، تديني ايه؟ تديني 2 كي او اتش بلس ايه اتش 2. يبقى بالراحه بقى، بوتاسيوم رياكتس ويز ووتر جيفينج ايه؟ بوتاسيوم هيدروكسيد. بقراها كده، بوتاسيوم هيدرو اوكسيد، يبقى بوتاسيوم هيدروكسيد. طيب اند انهي جاز بيحصل له ايفولف؟ اند هيدروجين جاز هو اللي بيحصل له ايفولف. ده كده السوليوشن وده الايه الجاز. طيب ذا كيميكال اكتيفيتي اوف الكالي ميتالز از ذا سبيس انكريز. الكيميكال اكتيفيتي بتاعت الالكيل ميتال بيحصل لها انكريز، ماشي. از ايه بقى انكريز؟ از الاتوميك سايز. طب هو ممكن اقول اتوميك نمبر؟ اه ممكن اقول، لان انا عندي بتكلم عن الالكيل ميتال زي بتكلم عن الجروب ده، فكل برضو ما الاتوميك نمبر بيحصل له انكريز كل ما الاكتيفيتي بتزيد. بس الاكتيفيتي بتزيد يعني الاساس ان انا اكتب الاتوميك سايز، الاكتيفيتي بتزيد عشان الاتوميك سايز بيحصل له انكريز، ماشي كده. طيب انا غلطت وكتبت الاتوميك نمبر، المفروض انه يحسبها لي صح ان شاء الله. The opposite figure represent group 1A of the periodic table. Answer the following equations. The element، ده اخر سؤال، the element which has the electronic configuration 2. هو بيقول لي group 1A، برضو اروح انا محضر دي كده اكتبها واستنى اللي هيقوله. طيب the element which has the electronic configuration 2881، هو في جروب 1A ودي كلها جروب 1A، لكن في بيريد كام؟ 1 2 3 4، يأتي 1 2 3 4، يبقى الاليمنت مين؟ C،
صح كده؟ علشان في بريود 4 2881 كده 4 energy levels كده، يبقى في جروب ايه؟ في جروب 1A خلاص في بيريود 1 2 3 4 يبقى ادي 4 ماشي كده. ذا موست ميتاليك اليمنت، موست ميتاليك اليمنت اللي هو ايه؟ اللي هو كان السيزيوم هنا، فاللي هو الاي ماشي كده، هو ده كده الميتاليك بروبرتي بيحصل لها انكريز كده، وبالتالي موست ميتاليك اليمنت اهو والليست ميتاليك اليمنت اهو. طيب element which float on the water of surface، لسه قايلين ال element اللي بيحصل لها float اللي هو ده ال A اللي هو الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، التلاتة دول بيعملوا float، يبقى A B and C صح كده، A و B و C بيعملوا float. طيب element which sink يبقى D و E ماشي كده، دي الليثيوم صوديوم بوتاسيوم، لازم ابقى حافظ الجروب دي، مفيش مفر من ان ابقى حافظها، واحفظ كمان الاتوميك نمبر بتاعتها. طيب ذا ليست ميتاليك اليمنت لسه قايلين ده الموست ميتاليك اليمنت وده الليست ميتاليك اليمنت، يبقى ايه؟ ان شاء الله نكمل في الفيديو الجاي حل ورك شيت 8.